بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقارنه الهيستولوجي والجيناتيك. هناخد النهارده محاضره صغيره خالص وهنتكلم فيها عن البليتليت، يعني مش هنزيد تقريبا عن 10 دقائق. طبعا دي بنستكمل فيها محاضرات البلاد. دي واحده عندها 35 سنه اتعرضت لحادثه صغيره وبعدين ايدها بدات تنزل دم شويه، وعملنا لها خياطه وظبطناها والدم وقف. يا ترى مين اللي مسؤول عن وقوف هذا الدم؟ الاريثروسايت ولا الجرانيوسايت ولا الليمفوسايت ولا المونوسايت ولا البلاد بليتليتس؟ طبعا الاجابه واضحه حتى من عنوان المحاضره. هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن اللايت مايكروسكوب، الالكترو مايكروسكوب، والفانكشن. ادي البلاد بليتليت. لو نفتح البلاد بليتليت كده هنلاقيها فاضيه. لا مش مينفعش. طيب امال فيها ايه البلاد بليتليت؟ بص كده معايا. اول حاجه عندي مجموعه من المايكروتوبيولز ومجموعه من المايكروفيلمنتس بتعمل رينج حوالين البلاد بليت، داخل البلاد بليتليت، لكن ماشيه بارل كما لو كانت بارل للسيل ميمبرين. دي بسميها المنطقه دي كده بسميها هيالومير. ليه؟ بتبان تحت اللايت مايكروسكوب بتبقى بيل، ما هياش استينابل. ليه؟ لان المايكروتوبيولز ما بتتسبغش معايا او بيبقى الاستيرنج بتاعها ضعيف، فبنسميها هيالومير. في النص هنبص نلاقي فيه مجموعة من الجرانيولز. المجموعة من الجرانيولز دي بتخلي المنطقة اللي في النص جرانيولر زي ما احنا شايفين، فبنسميها جرانيولومير. يبقى انا عندي من بره في البريفر في الهيالومير، وفي النص في الجرانيولومير. الجرانيولز دي على ثلاث انواع، في الفا جرانيول وفي دلتا جرانيول وفي لامدا جرانيول. الالفا جرانيولز فيها ايه؟ فيها البليتليت درايف جروس فاكتور. الدلتا جرانيولز فيها ايه؟ فيها الكالسيوم ايون والاي دي بي والاي تي بي. اللامدا جرانيولز فيها ايه؟ فيها السمول فيزيكلز، احتمال تكون لايزوسومز. الاحظ ان في منطقه الهيالومير لو انا بصيت كده الاقي السيل ميمبرين سيك شويه لدرجه ان انا مش شايف داخل السيتوبلازم. بنقول يا ترى ايه سر السيكنس ده؟ عارف ايه سر السيكنس ده؟ وجود الجلايكوكاليكس. يعني ايه جلايكوكاليكس؟ يعني ريسبتور. يا ترى انا محتاج الريسبتورز هنا هيبان في الفانكشن بتاعه البلاد بليتليت. يبقى اذا في هنا ريسبتورز، هذه الريسبتور زي ما انت شايف على كذا نوع. في ريسبتور بتبقى من البليتليت بليتليت، وفي ريسبتورز بتبقى من البليتليت للكولاجين فايبر. يبقى انا شايف زي ما انا شايف كده تقريبا عندي نوعين هم من الريسبتورز. دي الصوره اللي انا رسمت منها. لو نبص كده هنلاقي فعلا المايكروتوبيولز والمايكروفيلمنتس عامله رينج بره اهي، وبعدين في النص الاقي الجرانيولز اللي انا قلت لك عليها اللي هي ثلاث انواع من الجرانيولز، الالفا والدلتا واللامدا جرانيولز اللي هي اللايسوسومز. كل ده موجود فين؟ في النص بتاع البلاد بليتليت. ايه بقى الفانكشن بتاعت البلاد بليتليت؟ علشان نعرف الفانكشن بتاعت البلاد بليتليت تعال ندخل جوه واحد من البلاد فيزلز علشان نشوف هو لايند باي سمبل سكومس ابيثيليوم، بنسميه الاندوثيليوم. يبقى ده الاندوثيليوم. لو ان هذا الاندوثيليوم حصل له مشكله، سواء كان هيؤدي الى نزيف او حتى هتبقى المشكله داخليه، ايه اللي هيحصل؟ ادي السيلز بتاعتنا حصل لها ديجنريشن. لما يحصل ديجنريشن او يحصل كاتنج للبلاد فيزل، البلاد بليتليت على طول هيتعمل ادهيجن للكولاجين فايبر اللي موجود هنا. احنا اتفقنا ان في عندنا ريسبتورز هتسمح لها بعمليه الادهيجن، والبلاد بليتليت اللي موجوده في المكان كلها هتتجمع في مكان الليجن وتعمل ادهيجن. يبقى اول حاجه عملنا ايه؟ ادهيجن. رقم اتنين هيحصل لها اكتيفيشن. شايف البلاد بليتليت بتاعتي بقت اكتيف، ومعنى ان هي اكتيفز يعني كل الريسبتورز اللي عليها شغاله، وهتبدا تطلع الفاكتورز اللي جواه. هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي الى بليتليت اجريجيشن. زي ما انت شايف البليتليت تفضل تعمل لها اجريجيشن لحد ما تتكون البلاج. نازل البلاج بتقفل لي البلاد فيزل لو كان مفتوح، او تعمل لي ثرومبا لو كان البلاد فيزل بتاعي مقفول. في النهايه الثرومبين هيحول الفايبرينوجين لفايبرين. الفايبرين هيبدا يتكون حوالين البليتليت بلاج، فهيؤدي الى انتانجلينج اوف اذر اليمنتس اوف بلاد فيزل ونسميها الثرومبس. كل ده علشان اقفل الفتحه لو كانت مفتوحه، لكن لو كونت لي ثرومبس هتيجي البلاد بليتليت بعد شويه وتطلع لي الانزيمز اللي جوه اللايسومز عشان تعمل لي ايه؟ تعمل لي ريزولفنج لهذه الثرومبس. بقى لو كنا بنتكلم داخل البلاد فيزل، هذه الثرومبس لو حصل لها لايسيس هتؤدي الى ايه؟ لامبولاي. امبولاي يعني حته من الثرومبس دي تروح لاي مكان، خاصه لو راحت للبرين هتعمل لي ستروك، لو راحت لللانج هتعمل لي هيموريج. وده بقى انا عملت الفايبر دي صوره حقيقيه من اي ام بالالوان. دي بعد ما عملت الكولاجين فايبر او الفايبرين، يعني الفايبرين، وبعدين بدات تعمل انتانجلنج للكومبوننتس اوف ذا بلاد. ادي البلاد، ادي الاريثروسايت وهي متجمعه. ده لو احنا حبينا نقرا التكست مع بعض هتقراه
هتلاقي نفس الكلام اللي احنا قلناه، عندنا هيالومير وعندنا جرانيولومير. ايه الهيالومير؟ قلنا ان هو كفرد باي 6 سيل ميمبرين. ليه؟ علشان عليه ريسبتورز كتيره، عباره عن مايكرو تيوبيولز ومايكرو فيلامنتس. المايكرو تيوبيولز بتحافظ على شكل البلاد بليتلتس. الجرانيولومير في ثلاث انواع من الجرانيولز، ادي الالفا اللي هي فيها الفايبرونجين والبليتلت جروث فاكتورز فاكتور 4. زي بلاي اي رول ان انيشال فيز، احنا عرفنا الانيشال فيز اللي هي بنسميها بليتلت اديجن وبعدها الاجريجيشن. الدلتا جرانيولز دي فيها الكالسيوم والاي دي بي والاي تي بي، ودول بفاسيليتيت الاديجن برضو وبيعملوا في كونستريكشن. اللامدا جرانيولز دي عباره عن لايسوسومز، احتمال كبير تكون لايسوسومز. بتعمل ايه؟ بتعمل ريزوربشن للليت ستيج اوف فيزل ريبير، يعني الثرومبس اللي اتكونت ابدا افكها مره تاني. السمر طبعا ما عندناش سمر لان احنا ما قلناش حاجه اصلا، لكن يهمني الهيالومير والجرانيولومير ده في ايه وده في ايه. وبعدين هنتكلم عن الفانكشن، بليتلت ادهيجن اجريجيشن اكتيفيشن، وبعدين الفورميشن اوف بليتلت بلاد والكلوت ريتراكشن والريموفال. ودي خلاص احنا عرفناها كويس. دي حاله ثرومبوسيتوبينيا. ايه الثرومبوسيتوبينيا دي؟ ان البلاد بليتلتس الكاونت بتاعها قل عن 50,000. هتقول لي دكتور بس انت كاتب لها النورمال 150 ل 450,000، ايه حكايه ال 50؟ ما هي ما تبقاش سيمتوماتايزنج الا لما تنزل اقل من ال 50,000. طول ما هي اكتر من 50,000 حتى لو وصلت ل 70,000 80,000 ممكن احتمال كبير جدا ما تبقاش سيمتوماتايزنج. دي السيمتومز اللي بيعاني منها المريض، هي وجود بطش حمراء في الجلد بتاعه. ليه؟ لان بدا يحصل بليدنج. ليه بدا يحصل بليدنج؟ لان الانتجريتي اوف ذا بلاد كابيلاريز ما بقتش مظبوطه. ليه؟ لان البليتلتس ما بقتش قايمه على الفانكشن بتاعتها. دي اي بي سي دول ثلاثه ريبورتس خاصين بالسي بي سي. انا بس عايز انت تكتب لي تقرير عن الاي والبي والسي. ليه؟ الاحتمال كبير يجي لنا في قلب اوسبي. في النهاية بقول لكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نتقابل مع الهيموبايسيز علشان نكمل شابتر البلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.